لطالما اشتهرت المنطقة الشرقية بالسياحة والأماكن اللي تبهر زوارها. رها مع شابات سعوديات قررنا القيام بتجربة استثنائية ومغامرة على امتداد صحراء المنطقة الشرقية. اليوم لي مغامرة مع بنات أخيراً. صحيح إني بنت الصحراء، بس معظم مغامراتي في الثلج، فما ما قد سويت شيء زي كذا قبل. فلما قالوا لي إني حروح سفاري انبسط، بس لما قالوا لي حروح سفاري مع بنات انبسط طبعاً بزيادة. مغامرتي اليوم هي سفاري مع مجموعة من البنات، هما صحبات هوايتهم السفاري، فمرة كانت حلوة إني أطلع الصحراء معاهم ونطلع تطعيس، وأنا بالنسبة لي أول مرة أطلع تطعيس بهذه الطريقة. مغامرة البنات جرأة وتحدي. احنا بدأنا الرحلة مع هاي يلا ان شاء الله بتكون رحلة جميلة. كانت تجربتي مع رها جدا جميلة. اول ما ركبت معاها كانت بداية تعرفي عليها. رحلات السفاري الصحراوية امتع نشاط يمكن ممارسته في ربوع الصحاري السعودية المترامية الاطراف. السلام عليكم يا بنات، أبا أعرف جمهور لفة المملكة عنكم واحدة واحدة، عرفوني عن أنفسكم. هلا يا رها، أنا معالي راضي، أنا حسان الإبراهيم. اللي عندها شغف للزومبا، واللي عندها شغف للإعلام، واللي عندها شغف للرياضة، كل واحدة فيهم عندها شيء. يلا أنتوا ورانا صح؟ إيه إحنا وراكم. عرفي جمهور لفة المملكة عنك، عن قصتك وعن الفكرة. أنا ريهام الشعبان، سميت كأول قائدة سعودية في المنطقة الشرقية. شخصيتها عفوية جميلة، تحب المغامرات، مبسوطة إن هي شافت بنات سعوديات في هذه الرحلة. إيش كانت البداية؟ إيش خلاكم تطلعوا وتكونوا جروب بنات تروحوا سفاري؟ إيش هي الفكرة؟ طبعاً كان أول، أنا عن نفسي شخصياً كنت أروح البحرين مع صاحباتي شلة رينجلر ونستمتع، بعدين ما كملناها هنا. البنات جهزوا السيارات بكامل المعدات اللازمة لضمان رحلة آمنة وسط الطبيعة. يلا جاهزين يا بنات؟ يلا 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 يلا. البنات قاعدين يقومون باستعراض على الكثبان الرملية بسياراتهم. تجربة كلها متعة وإثارة. تجربتي في التطعيس مش أول مرة، بس كانت مختلفة. كانت رها أول مرة تطلع على التطعيس وكانت سعيدة بهذه التجربة. شعور حلو صح؟ مرة. نسوق السيارة ونطلع على البر ونطعس، شيء مرة جميل. الهروب للصحراء تجربة يلجأ لها الناس كثيراً بحثاً على الاسترخاء والراحة والهروب من روتين الحياة اليومية والتوتر. رها متحمسين؟ احنا مره متحمسين صراحه، الجو مره حلو والمنظر رائع، وانا اول مره اطلع صراحه في شيء زي كذا، مره لي شرف اطلع معكم يا بنات. يعني طلعت طعس مزبوط، يعني طلعت نزلت وما وصلت الى تسييف، بس طعس مزبوط. شوف الشمس ان شاء الله، شوف الغروب. بعد قضاء وقت طويل من المغامرة على الكثبان وبدء حلول الظلام، البنات قرروا ينهون المشوار بجلسة نار. الحمد لله على السلامة يا بنات. الله يسلمك. الجلسة يلا تساعدوني ننزل الأشياء. بعد ما انتهى التطعيس جلسنا، بسطنا، جلسنا نسولف. فين يبغى النار؟ هناك. أحس هناك بنات أول مرة أطلع صحراء وأروق مع جروب بنات سعوديات صراحة، ومرة فرحانة ذا الموضوع. طيب أنا هحفر الحفرة، بس أحد فيكم يجيب باقي الأشياء. هذا حاجز كسرته، ومع هذا البرنامج قاعد أكسر حواجز مرة كثيرة. رها بدأت بتجهيز الحفرة وسط الرمال. تعرفين إحنا في المنطقة الشرقية عندنا موسم التخييم في الشتاء، أيه. ودائما يسوون الشباب حفره يسمونها حفره المندي. طيب كملي انت. احسك ما قاعد تحفري في مكان غلط. انا الرمل مو انا، ثلج انا. بنات كم العمق اللي تبونه؟ مويه خلاص كذا. اوكي لا ناويين تعذبوني اليوم. ورينا قوتك. يلا كل احد فينا يحاول شويه. ارهام دورك. البنات من محبي مغامرات رحلات السفاري ورياضه التطعيس،
ايش الطبخه؟ بنطبخ طبخات بنات.